جولة ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان الإقليمية قادته بعد مصر والأردن إلى تركيا، حيث أقيمت له مراسم رسمية في المجمع الرئاسي في العاصمة أنقرة، وذلك بعد 9 سنوات من الخلافات التي بدأت مع الربيع العربي وفاقمها اغتيال الإعلامي السعودي جمال خاشقجي قبل 4 سنوات في اسطنبول. ورافقت فرقة الخيال الأمير محمد بن سلمان حتى الباب الرئيس للمجمع الرئاسي، حيث استقبله الرئيس التركي رجب طيب أردوغان عند مدخل المجمع. وفي تأكيده أهمية الزيارة قال أردوغان: سنرى إلى أي مستوى يمكن الارتقاء بالعلاقات بين تركيا والمملكة العربية السعودية. وكان الفصل الأول من المصالحة قد حصل في نهاية نيسان الماضي عندما زار أردوغان السعودية، وكان القضاء التركي قبل 3 أسابيع من الزيارة قد قرر حفظ قضية خاشقجي كاتب المقالات في صحيفة واشنطن بوست الذي قتل في تشرين الأول عام 2018 في قنصلية بلاده في اسطنبول التي دخلها للحصول على الوثائق الضرورية لزواجه بخطيبته التركية. وأحالت أنقرة هذا الملف على السلطات السعودية، ما فتح المجال أمام تقارب مع الرياض. وعلقت خطيبة خاشقجي خديجة جنكيز على الزيارة قائلة: إن الشرعية السياسية التي يحصل عليها محمد بن سلمان خلال زياراته دولا أخرى لا تغير حقيقة أنه قاتل. وأضافت: لم يعد جمال قصتي، فهذا النضال من أجل العدالة ليس نضالي وحدي، إنه نضال كل إنسان حر ومفكر. لا توجد علاقة دبلوماسية يمكنها أن تضفي الشرعية على هذا الظلم.